ناشفيل مدينة الموسيقيين بولاية تينيسي، ولكي تحافظ على هذا الوصف تحتاج إلى تقنيين خصوصا في صناعة الجيتار، مهنة باتت لها أكاديمية خاصة لتعليم الطلبة على صناعة الآلة الموسيقية. نعلم الناس تصميم وبناء وإصلاح الجيتار الكهربائي والصوتي. الأكاديمية تعلم الموسيقيين حب العزف وتعلم المهارات التقنية للحفاظ على مهنتهم. إذا كنت عازفا للروك في ناشفيل فأنت لا تكسب المال، لذا عليك أن تعمل، وبدلا من العمل في مقهى أو مطعم أستثمر وقتي في تصليح الآلات. وفقا للمدربين 90% من الخريجين لديهم وظائف، معظمهم يعملون مع حرفي الجيتار المحليين. بإمكانهم العمل في تصنيع الآلة والعمل كتقنيين والبدء بعمل تجاري خاص بهم. بعض الذين اتخذوها مهنة ثانية يقولون إنه ليس هناك أجمل من العمل في مجال يحبونه.